مان، يعني ليه الاسم مان؟ يعني أظن التمثال واضح أن المرأة والرجل يعيشون مع بعض، وما ممكن يعني متكاملين، متضادين بس في نفس الوقت متكاملين، يكملون بعض. الإنسانية ابتدت الرجل والمرأة يعني، والبشر ابتدت أكيد. طيب حضرتك كلمينا كمان عن معرض جاليري كورتيارد. والله كورتيارد ابتدت فكرة المعرض من تقريبا 11 أو 12 سنة. قبل ما أفتح معرض الكورتيارد اشتركت مع معرض في فرنسا، وقدمنا معرض لفنانين عمالقة من أوروبا، منهم سلفادور دالي، رينوار، برنارد بوفيه وغيرهم من الفنانين. وكان الإقبال جدا ممتاز من قبل ناس من الإمارات وغير الإمارات، وكان عندنا بعدين الميديا كفرج كان وايد زين. بس في ذيك الفترة كانت طبعا الإقبال على الفن غير عن اليوم أكيد، فارتحت للفكرة وحبيت إني أقدم أكثر يعني للبلد، إنه أقدم الفن وأعرف بصورة الفن أكبر وتوعية متوسع أكثر. أي نعم. ففتحت المعرض سنة 2000، وابتدينا من يومها نسوي معارض دولية ومحلية. وأحب أشجع الفنانين الموجودين هنا، فكل سنة نقيم معرض لسيدات المقيمات هنا اللي عندهم مواهب، ما بقول تشجيع المواهب النسائية كمان. بالضبط. إيه ابتدينا بالرجال والنساء، بس خلينا الرجال ركزنا على النساء أكثر عشان نعطيهم فرصة. خلال يعني لين الحين سوينا 6 معارض، كل سنة نسوي من 6 سنين بالاشتراك مع معرض ثاني Art Connection. نسوي معارض لتقريبا 15 امرأة فنانة، سواء إماراتية أو غير إماراتية، مقيمين في البلد. تمام. احنا دلوقتي هنتكلم عن المعارض النسائية وكمان المشاركات، بس هنطلع بفاصل الأول وهنرجع مرة ثانية. شكرا. ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، وهنكمل كلامنا. كنا بنتكلم الأول عن المشاركات النسائية، وأن حضرتك في معارض بتعمليها في كذا يعني شخصية نسائية بيشاركوا فيها. ففي البداية هم يعني بيوصلوا للمشاركة دي إزاي، أو بيتطوعوا في العمل الفني ده؟ هل من خلال حضرتك بتختاريهم من معارض معينة، أو هم مثلا في ويب سايت معين بيشاركوا من خلاله؟ مثل ما قلت، هاي السيدات موهوبات بعد ما دخلوا يعني في الاحتراف قوي. في الاحتراف. بالضبط. بصفة ان احنا حابين نشجعهم، فاحنا نروح ندور عليهم. احيانا بالصدفة تكون، فنتكلم عن اعمالهم. طبعا يرسلون كذا لوحة، يعني نحب نشوف اللوحة نفسها والخام اللي استعملونه قبل ما الاحساس الاول. اي بالضبط، عشان ما يعني احيانا يرسلون عبر الانترنت، يرسلون صور بس ما تحسين يعني انه باللوحه، لان الملمس زي ما بتشوفيها شخصيا. بالضبط. فيقدمون لنا مثلا عمل او عملين كسامبل، ونتكلم معهم، نشوف الحماس اللي ورا لوحاتهم والفكره، وكيف جتهم الفكره طريقة رسمهم، ونختار وبعدين نختار منهم. يعني ما نرفض، تقريبا ما نرفض أي حد. ومنهم لوحات، يعني عفوا بقاطعك، لوحات يعني يستعملون خامات مختلفة. في منهم تصوير، يعني آخر معرض كان عندنا فنانتين إماراتيات، وفي من كذا دولة أجنبية، سواء باكستان، هنود،
ألمان فرنسيات، فمنهم يستعملون الألوان الزيتية، منهم يستعملون الأكريليك. يعني مش مقتصر على المواطنات فقط؟ لا أبدا، كل من جميع الجنسيات الموجودة هنا في الإمارات. هي نعم. هي. طب والتشجيع بيكون ازاي؟ يعني لو لقيتوا دلوقتي كذا شخصية مثلا عندكم جروب معين 15 او 20 واحدة وعندهم كلهم مواهب مختلفة، هل بتعملوا لهم جاليري مخصص ليهم وبعد كده بيبقى عبارة عن ايفنت والناس بتحضر، ولا بيكون في تشجيع تاني اخر؟ هل بيبقى في منح او بتديهم مثلا فلوس يكملوا بيها دراسات في حاجات معينة؟ والله ما وصلنا الحين للمنح، بس هذه يعني انه بس مجرد ان نعرض بتساعدوهم بس. ايه ازاي؟ لا انه مجرد ان نعرض اعمالهم وفي تغطية انه في ناس ثانيين يكتشفون عملهم، يعني هذه الخطوة الاولى تكون لاي فنان، ان الفنان لو ما يعرض اعماله يعني ما بيقدر يوصل الى مكان. وبعدين تكون هاي الاعمال للبيع، فبس نبيعها وتدخل في بيوت ناس او في مكاتب تكون هاي تشجيع لهم. ومن يعني من هالخطوه بيبداوا هم الخطوات الثانيه. اي نعم، يبتدون خطوه ثانيه وممكن حد يكتشفهم فمعارض ثانيه، فيعني هم كلهم يقدرون هالشيء، فشيء يعني ممتع لهم بعد. اخر حاجه، اخر سؤال هسأل حضرتك، هو الطابع المميز للجاليري كورت يارد، ايه الطابع المميز للجاليري؟ شوفي الفن في احيانا كل المعارض عندهم طابع فني او يختارون شكل معين، والفن اللي يعرضونه يكون له طابع معين. الكورتيارد جاليري يعني فكرتي ان ما احب اكون يعني اعرض نوع واحد من الفن، احب اعرض الرسومات الصور، لان ناس عندهم أذواق مختلفة. مو كل واحد عنده بيحب التصوير، حد بيحب الصور الألوان الزيتية. يعني سوينا معارض نحت حتى بالشوكلت، يعني معرض روسي بالشوكلت، فكل واحد أفكار جديدة. أفكار جديدة، حتى مجوهرات يعني في تصميم مختلف، وفي مواطنات يسوون تصميم مجوهرات، هذا كله اعتبره فن. فما مركزين على ناحيه او جهه واحده من الفن. طب والاقبال بتلاقيه على ايه اكتر؟ هل على التصوير ولا على الـ مثلا المجوهرات او على النحت؟ والله عندنا مجموعه على يعني اللوحات، في مجموعه على المجوهرات، يعني حسب ذوق الزوار. فعنا من كل مختلف الانواع. يعني بشكر وجود حضرتك معانا، نورتينا. شكرا. وان شاء الله يا رب يكون في فعاليات اكتر احنا نغطيها من برنامج مرحبا بكم، طبعا معرض وجاليري كورتيارد. شكرا. شكرا لوجودك. وبكده مشاهدينا نكون وصلنا نهاية حلقتنا النهاردة، وبتمنى ان كل فقراتنا اللي احنا قدمناها لكم كمان تكون عجبتكم. استنونا بكرة ان شاء الله في يوم جديد وحلقة جديدة مع مرحبا بكم، وما تنسوش تبعتوا لنا كل اراء والمقترحات على الايميل الخاص بالبرنامج، وهو مرحبا@dm-tv.tv.